انا مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، مكملين لقاءاتنا الحصريه على قناه النادي الاهلي، ومعانا يمكن النهارده زي ما بنقول نجم اللقاء وصاحب هدف الفوز هاني عمرو. يعني هاني الف مبروك الفوز النهارده والف مبروك الهدف. يعني قول لي بقى النهارده شفت المباراه ازاي، خاصه المباراه كانت صعبه خاصه بعد ضياع ضربه الجزاء. الحمد لله على المكسب، واشكر اللعيبه اهم حاجه، وبشكر الكابتن اسامه طبعا اللي هو فتح او اللي هو اسس برنامج للناشئين الاجبال، والحمد لله على المكسب والاداء وكل حاجه. وفي الاخر الكابتن احمد سراج برضو هو اللي محفزنا من بره، هو اللي قال لنا انزلوا الشوط الثاني لكنكم لسه خسرانين، مش متعادلين على حاجه، خسرانين. واهم حاجه انت تبونت عشان الماتش اللي فات نعوضه، واحنا الماتش اللي فات ما نسيناه خلاص، وبنبدا صفحه جديده خلاص، والماتش الجاي بنركز فيه ان شاء الله، وان شاء الله الماتش الجاي نأدي اداء كويس. يعني يمكن يعني الفريق بسم الله ما شاء الله ما فيش غير خساره واحده اخر مباراه امام الانتاج الحربي، يمكن الاداء تراجع شويه في الشوط الثاني. النهارده برضو كابتن احمد سراج يمكن طلع غضبان منكم جدا، مش راضي على الاداء، لان تعودنا من فرقه 2001 ان ادائها احسن من كده. يعني شايف ايه اللي ممكن يكون سبب التراجع؟ هل خساره الاصابات الفريق او الغيابات النهارده الامتحانات، ايه الاسباب اللي ممكن تكون ادى تراجع الاداء شويه؟ لا، والاداء احنا اللعيبه كلنا واحد الحمد لله طبعا، وبنادي بشكل واحد، بس احنا عندنا متسرعين شويه، احنا التسرع بتاعنا هو اللي بيخلينا وحشين. احنا لو مش متسرعين اللي هو شكلنا كويس، هو ده مش ادائنا طبعا، ادائنا احسن من كده بمليون مره، بس احنا متوترين شويه عشان الماتش اللي فات. بس الماتش اللي فات خلاص نسيناه، بنفكر في اللي جاي، صفحه وبنقفلها وبنفتح صفحه جديده. بس يعني النهارده انتوا فريق 2001 اول تجربه لكم ان الماتش يذاع على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، هل ده فرق معاكم معنويا، وشايفين ان دي فرصه كبيره ان الناس تعرفكم، انكم تظهروا مستواكم قدام الناس، وان يبقى رهبه الاعلام او رهبه الجمهور شويه تروح من عندكم؟ شايف التجربه دي ازاي؟ تجربه جميله مش وحشه ولا حاجه، كل واحد بيأدي بشكل كويس علشان يثبت نفسه في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده كيان كبير. انا من صغري اصلا كنت بتمنى ان انا العب، اجي اتمرن هنا تمرينه واحده واروح، والحمد لله موجود في هنا في النادي، وان شاء الله اطلع فريق اول ان شاء الله باذن الله. بنشكرك كيان، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. شكرا كابتن اسامه، مكملين لقاءاتنا ومنضمننا دلوقتي الكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى فريق النادي الاهلي مواليد 2001. يعني كابتن الف مبروك الفوز النهارده، ده اكثر من رائع لحراس المرمى. يعني كلمنا على المباراه النهارده واتكلمتوا مع اللعيبه وقلت لهم ايه؟ والله الحمد لله على الفوز، وبمسح على الكباتن في الاستوديو، الحمد لله على الفوز. حمزه علاء النهارده اجاد في بعض قرارات المباراه، وكان قائد الفرقه من خلف. حمزه الحمد لله كان في اصابه ليه قبل ماتش الزمالك، ورجع لسه اول مباراه من اربع مباريات، والحمد لله هو زاد عن مرمى. احنا كنا مظبطين الامور ان فرقه الداخليه بتلعب على الكرات العرضيه، بيلعبوا على الهجمه المرتده، فاحنا كنا قاريين اللعب ده كله ومحفظينه في التمارين طول الاسبوع، والحمد لله ربنا كرمه ووفقنا في عدم دخول اي هدف في مرمانا الحمد لله، وقدر ان احنا ما دخلش فينا جون، قدر ان احنا نجيب جون الحمد لله. بس ده مش ده اداء اللعيبه بتاعتنا، بقى اداء احسن من كده، بس الحمد لله عدت على خير عشان خاطر الامتحانات وظروف الجو اللي كانت الايام الاخيره دي، كان مش اللعيبه كانت مش مركزه شويه مع الفرقه، وان شاء الله هيبقوا احسن من كده ان شاء الله. يعني كنت حريصين على الاجتماع مع اللاعبين بعد انتهاء المباراه مباشره، وكان كابتن فتحي مبروك كابتن احمد سراج اتكلموا مع اللعيبه، يعني اهم النقاط اللي قلتها لهم بعد انتهاء المباراه النهارده. واحنا كابتن فتحي مبروك وكابتن احمد سراج قال للعيبه مبروك على الفوز، انما الاداء في احسن من كده، وهو كابتن احمد سراج، بس احنا برضك حاطين في اعتبار ان اللعيبه دي عندها امتحانات وسهر، والحمد لله اللي قدرنا ناخد 3 بونت، خصوصا ان احنا طالعين من المباراه اللي فاتت اتهزمنا برضك بسبب بعض الهفوات كده، بس الحمد لله ربنا كريم، بنعدي المباراه وبنقفل الصفحه دي. كابتن فتحي مبروك قال للعيبه كده وكابتن احمد سراج، نعدي الصفحه دي وان شاء الله الماتش الجاي باذن الله الجونه نركز فيه، ونشوف هي بتلعب ازاي وطريقتها ايه، ونحاول نركز معاهم ان شاء الله باذن الله. شوف يا ابني نتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه، مكملين لقاءاتنا بعد فوز الاهلي على الداخليه 1-0، يمكن معانا احد نجوم الفريق النهارده، يمكن ما كانش موفق شويه ضيع ضربه جزاء، لكن قدر ان شاء الله يعني يكمل المباراه بشكل اكثر من رائع. يعني النهارده يعني محمد مغربي يعني تقول النهارده وعن المباراه، يمكن المباراه صعبت بعد ضربه الجزاء، لكن كابتن احمد قال لكم ايه بعد ضربه الجزاء الموضوع؟ هو كابتن احمد يعني من الناس المدربين اللي بيدونا الثقه، يعني هو ما كلمنيش في حاجه، ما كلمنيش في ضربه الجزاء، هي ورده ما كانش في توفيق ان انا ضيعتها. طبعا هي اتصعبت شويه، احنا كمان ضيعنا قبلها كذا فرصه، ودايما يعني لما بتضيع كتير ده يعني بيصعب الماتش عليك.
محمد، يمكن الفريق بسم الله ما شاء الله 2001 من الفرق الواعده في القطاع، يمكن مباراه كلها 15 فوز 3 تعادل هزيمه واحده الماتش اللي فات، يعني شايف النهارده اداؤكم يمكن زي ما بنقول مش ده الاداء المتوقعين او مستنيينه من 2001، لكن بسم الله ما شاء الله يعني الفريق من اعلى لاعلى وبتعلو مع المباريات. يعني النهارده تقول لزمايلك الفريق بعد المباراه النهارده والفوز، واعتقد انكم بعدتوا كبير في المقدمه عن اقرب منافسيكم طلائع الجيش. ببارك للعيبة طبعا، بس لسه بقول لهم لسه بدري، احنا فرقة 2001 احسن من كده بكتير، زي ما حضرتك قلت احنا أداءنا احسن من كده بكتير، فلسه قدامنا كتير ان شاء الله. المنتخب، والمنتخب طبعا من اهم الحاجات في حياه اي لعيب، يعني النهارده يمكن اكتر من 10 لاعبين انضموا المنتخب الشباب، في 6 هيروحوا من اول المعسكر وفي 4 هينضموا بعد كده، يعني شايف كابتن ربيع ياسين وبديك الفرصه وضمك للمنتخب، شايف ده بيمثل لك ايه انت وزمالك؟ طبعا يعني ان انت تمثل منتخب بلدك ده شرف كبير، واي لعيب بيتمناه يعني، واكيد يعني بقى مبسوط جدا لما الاقي نفسي مع من ضمن اللعيبه اللي رايحه تمثل المنتخب. يعني قناه النادي الاهلي وتجربه النهارده اول مباراه ل 2001 تذاع على الهواء، ده بيمثل لكم ايه، بيضيف لكم ايه؟ هو حاجه حلوه جدا، يعني بنشوف الاهتمام من قناه النادي الاهلي ان هيبقى ماتش متشاف، لما برضو يتشاف مباشر ده غير الناس هتشوفنا اكتر فهنبان اكتر. شكرا يا محمد، انا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. كابتن اسامه، مكملين لقاءاتنا مع حضرتك، وبعد فوز الاهلي على الداخليه 1-0 يمكن هينضم لنا دلوقتي احد نجوم المباراه عربي بدري، يعني عربي بدري يعني كلام كتير عليه وانه من العناصر المميزه والواعده في القطاع، يعني عربي النهارده تقولي على المباراه، يمكن المباراه كانت صعبه لكن انتوا قدها ودود، و2001 من احسن الفرق في قطاع الناشئين. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول الحمد لله على الاداء والحمد لله على المكسب طبعا، هو احنا الحمد لله بقالنا فتره كان ملوشه معانا وكده، فالحمد لله قدرنا نرجع ونلعب كورتنا اللي احنا الناس عارفيننا بيها، فالحمد لله قدرنا نقدم اداء كويس وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. اهم كلام بقى الكلام معاك كابتن احمد سراج بعد انتهاء المباراه وكابتن فتحي مبروك، قال لكم ايه؟ هو اكيد هو اتكلم معانا، المفروض ان ده ملعبنا وحافظين الملعب كويس ونكسب سكور واداء افضل من كده، وطمعان في اداء اكتر من كده، فالحمد لله يعني ان شاء الله احنا بنوعده ان شاء الله نقدم اداء كويس واسكور ان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله. المنتخب بقى بيمثلك ايه النهارده، يمكن اكثر من لاعب من النادي الاهلي في تشكيله كابتن ربيع ياسين في المعسكر القادم، يعني شايف انضمام المنتخب في مسيرتك كلاعب ده بيضيف لك ايه؟ اكيد طبعا منتخب شرف لاي حد، واحنا ده النادي الاهلي بنموت نفسنا في النادي الاهلي وبنلعب عشان نروح المنتخب نظهر بشكل كويس، وان شاء الله نروح المنتخب وعندنا بطوله ان شاء الله 2021 ونبقى قد المسؤوليه باذن الله. اذاعه اول مباراه ليكوا على الهواء مباشره، وزي ما نقول استوديو الاشبال مع كابتن اسامه حسني، تقولي عن النقطه؟ طبعا بشكر كابتن اسامه وبشكر الناس اللي معاه كلها على الاهتمام الجميل اللي على القطاع الناشئين، انا دي مش اول مباراه، انا لعبت مع 97 ضد الجونه هنا كان برضو لايف متزع لايف، فالحمد لله يعني حاطين علينا حمل كبير وان شاء الله احنا قد حسن ظنهم باذن الله. شكرا على البوم، اتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن اسامه، يعني بعد فوز النادي الاهلي على الداخليه مكملين لقاءاتنا معاكم، دلوقتي معانا اداري الفريق كابتن محمد راشد، يعني زي ما نقول دينامو الفريق واللي دايما بندينا من المعلومات، يعني كابتن محمد الف مبروك الفوز النهارده، يعني كلمني بقى عن المجهود اللي عملته قبل المباراه والاعداد للمباراه وتواصلك مع المنتخبات خاصه من انضمام اكثر من لاعب النهارده النادي الاهلي. اول حاجه احب اسلم على الكابتن اسامه حسني والكابتن حشيش والكابتن بلال واقول لهم حاجه ساعدتنا بصراحه اللي انتوا يعني صورتونا النهارده مباشر بصراحه. المنتخب بعت لنا انضمام 5 لعيبه، والنهارده اتبعت واحنا شغالين في الماتش اتبعت الفاكس الثاني عشان في احمد اشرف بقى من ضمن اللعيبه اللي انضموا، بقوا 6 لعيبه، وفي خلال برضو الاسبوع وخلال المنتخب هو شغال في التجمع في خمس لعيبه هينضموا ثاني. اسامي اللعيبه هم محمود صابر، محمد المغربي، حمزه علاء، العربي بدر، محمد اشرف فتحي، واحمد اشرف، دول الستة اللي هم منضمين من اول المعسكر لحد اخر المعسكر. وفي زي ما حضرتك قلت لي قبل الماتش ان في كمان لعيبه هتنضم لمده يوم واحد بس، يعني لو انا اعرف برضو الناس بيهم يعني حقهم علينا ان احنا نقول اساميهم. اللعيبه اللي هم هينضموا خلال المعسكر بس هيبقى يوم فقط، هيبقى يوسف عبد القادر، احمد السيد عبد النبي، عاصم سليم، يوسف عبد الحميد الشوق، وحماده مصباح. يعني الاعداد بقى الاداري قبل المباريات والامتحانات دلوقتي مشكله اعتقد كبيره بتقابلكم، يعني بتتصرفوا فيها ازاي مع اللاعبين؟ استاذ محمد، اول حاجه صعوبات قابلتنا الماتش اللي فات، فعلا كان ناقص عندنا عناصر كتيره جدا رايحين امتحانات، احنا حاولنا يعني تواصلنا مع الاتحاد واجلنا فعلا ماتشين، كان الوادي دجله وكان الحرس، الماتش اللي فات ما عرفناش ناجله خالص، كنا رايحين فعلا في نقص عدد كتير وعندنا اصابات كتيره جدا، عندنا حضراتكم زي طبعا عارفين شادي رضوان ده نجم الفريق ومن احسن 20 لاعب على مستوى العالم، الراجل مصاب، وعندنا عثمان، عندنا يوسف حجاج، عندنا الشوا، عندنا عناصر كتيره ناقصه في الفريق فعلا، فاحنا الحمد لله الماتش اللي فات عدى، كان احنا الحمد لله الموسم اللي فات
ما اتغلبناش. اول ماتش نتغلبه من خلال سنتين، والسنه دي الحمد لله ما اتغلبناش من اول الموسم. كان اول طبعا كابو عدت علينا، الفريق كله كان زعلان واحنا كنا طبعا كنا زعلانين جدا، بس الحمد لله النهارده اللعيبه كانت رجاله وحاولنا نخرج من اللي احنا كنا فيه. فالحمد لله الماتش ده بالنسبه لنا هيرجعنا تاني، واحنا الحمد لله اول البطوله وعندنا ماتشين متاجلين، والماتشين متاجلين واحنا الحمد لله برضو الاول. شكرا كابتن راشد، وتمنى لك التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا بعد انتهاء مباراه الاهلي والداخليه والفوز والتربع على قمه الدوري 2001. يمكن عاوز انقل لحضرتك يعني رساله جالك من اولياء الامور، اولياء امور 2001 كلهم سواء الاهلي او الداخليه، الناس بتشكرك وبتوصلك شكر متواصل على استاد الاشبال يعني المجهود الخرافي اللي عاملينه في على نجوم مصر الصغيرين. يعني يمكن شايفين ان دي فرصه ان اولادهم الناس تشوفهم، الرهبة الإعلامية تروح، وخاصة كمان ممكن البعض يتسوق فيهم فيما بعد. فدي كانت رسالة وأمانة من أولياء الأمور لحضرتك، حبيت أوصلها لك كلمة دي كابتن أسامة. شكرا مراسلنا المتألق والمميز محمد توفيق، وإحنا بنشكر طبعا أولياء الأمور وبنشكر الكابتن فتحي مبروك اللي كان موجود معانا من شوية على المجهود اللي عامله داخل قطاع الناشئين، وبنشكر كل اللاعبين إن شاء الله نتمنى لهم كمان التوفيق خلال الفترة اللي جاية. بنذكر حضراتكم إن في